جود شكلك اليوم بتسوي لنا سالفه، لا يقوم ابوي الحين ويطقنا. يلا خلصت خلص، بس خل امسح المسج. يلا بسرعه سرع. يلا روح دير بالك. اكيد مسحته. اي روح روح دير بالك. ردي عليك قولي لي ايش صار لي ساعه قاعد افتر وراك من مكان لمكان. اشوف مين. زين يعني سمعيني سمعيني بقول لك شغله، بس شيء واحد، سجل رقم سجل رقم وخلاص خلينا نمشي. دقي علي اليوم ها ناطج ضروري. تأخرتي؟ وين تأخرت؟ كلها خمس دقايق، أخذت كم شغلة حق اليهال وجيت. اسمعني، تدري منو شفت بالمكتبة؟ من شفته؟ ماجد ولد أخوك اللي ما يستحي يلاحق بنات خلق الله وقاعد يحاكي واحدة ورقمها. عادي، سوالف مراهقي. ويه، الحين بدرية أمه مسوية نفسها كلش أنا اللي ملتزمة ومربي عيالي أحسن تربية، كاهو ولدها يلاحق بنات خلق الله اللي ما يستحي. انت شفيك مشتطة؟ انا عارف سامي وبدرية عدل شديدين بتربيتهم مع عيالهم، بس ساعات واحد من العيال يطلع عوي، شو يسوون بروحهم؟ كيفك الحين ماجد اخر سنة له بالثانوية، باكر يروح يضيع ويا هالبنات ويعيد السنة. لا عدل عدل كلامك، هالموضوع هذا ما ينسكت عليه. يعني بتقول حق سامي؟ لا لا يا معودة لا لا، الا سامي لا يدري، ان درى سامي بيذبح ماجد انا اكلم ام ماجد وأقعد معاها وهي تتصرف مع ولدها. بس ماجد ما عندها سوالف. بيني وبينك بغيت أكلمه بس خفتي ينحرج مني، قلت أكلمك أنت، أنت أمه وأقرب له. ولا من وين طلعت لنا بعد هالسالفة؟ يا بنت الحلال ماكو صبي ما يمر بهالمرحلة، بس أنا خايف عليه، هذه آخر سنة ما بي يشغل روحه ويخورها بالاختبارات. أدري أبو عزيز إن قلبك عليه ما قصرت. يا بنت الحلال هذا حسبة ولدي، على العموم ديروا بالكم عليه، أنا ابنك. أشكر. ضيعت أغلام أنت ونواف زين كذي؟ أنا مالي شغل. لا ما لك شغل. مسكي الثاني. وين ماجد؟ يما والله ما أدري. يما أنا لما طلعت من الغرفة سمعت ماجد يتكلم بالتليفون بالحمام. بسرعه. شفيش شفيش خيرين مصاير. منو كنت قاعد تكلم؟ قاعد اكلم رفيجي. عطني تليفونك اشوف اخر رقم. يما شفيش ليش قاعد تسوين اليوم؟ كنت اتكلم بنت صح؟ ماجد حبيبي انا بربيتك على الدين والاخلاق، ما يصير تسوي كذي. يما يعني ترى عادي كل الشباب قاعد يكلمون بنات. لا هذول الشباب اهلهم مو مربينهم على الدين. يما ترى انت عايشه بدنيا مثاليه موجودة بس بخيالك انتي. لا تستهزئ بكلامي وتقطع علاقتك بهالبنية، لا والله اقول حق ابوك. ايه علمي اذا هو اصلا يكلم بنت. احترم نفسك وعيب تقول عن ابوك هالكلام. يمه انا شفت تليفونه وقريت المسجات كلها، كلها كلام حب وغزل وانتي ولا تدرين عن شيء. استحلى وجهك يا قليل الادب. ان سمعتك تقول هالكلام عن ابوك مرة ثانية اذبحك، هذا ابوك فاهم؟ العيب اللي ابوي قاعد يسويه اللي دايم يكلمنا على الادب وعلى الاخلاق. شاب لهني وبس. كيفك يمه كيفك؟ إذا أنت إذا بدافعين عنه دافعي براحتك، بس أنا عقب اللي شفته من أبوي ترى ما راح أحترمه. الحين شلون بتروح معنا الشاليه ولا لا؟ هي معود دفعت حق شباب القطيع أعطيتهم. زين وأبوك مو تقول إنه مو راضي؟ إيه هو مو راضي، بس أنا بقول حقهم إني قاعد دوانيتكم طول اليوم؟ اي شو المشكلة عادي. زين اخاف نتأخر. لا لا ان شاء الله ما راح نتأخر، وبعدين ابوي اساسا بالويكند يطول برا البيت.
جاكيته. يا اخي الاستاذ غريب، غريب جدا، ماخذ الدنيا كلها بعصبيه وصيحه. الو سامي، ابي اشوفك ضروري. بس الحين لازم اكلمك ضروري، حتى لو التقي معك بالمول يوم الدوام. خير. شلون اخذ موبايلي وافتحه؟ فاهمين شلون؟ بس هذا اللي همك ابو ماجد؟ مهمك اللي شاف ولدك؟ شلون تبي ولدك يحترمك بعد اللي شافه؟ يحترمني قصبا عليه، واذا ما احترمني ادوس على راسه. مو هذه القوه ابو ماجد. يطرح عليك قبل لما كنا يهال، لما كنا نصره، ولا لما ما كنا نسوي زين بالمدرسه، ابوي يعطينا ذيك النظره، كنا غصب عنا نطيعه. ليش؟ لأنه فرض احترامه وهيبته ووقاره، وكان الكبير يحترمه قبل الصغير. ايش قصدك؟ يعني ما له اي احترام عند عيالي؟ اقصد الاحترام يفرض نفسه تصرفات صاحبه، لا بالطق ولا بالخناق. انت ايش تبين الحين؟ طلعتني من دوامي وعطلتني عن شغلي عشان تعطيني دروس بالاحترام؟ اذا انت يهمك شغلك يا ابو ماجد، أنا يهمني ماجد. تصدق؟ أقول حق ماجد أذن قوم صلي. قل لي أنا ما أشوف أبوي يصلي إلا يوم اللي يبعث المسجد. قل له دير بالك تدخن. قل لي أنا أشم ريحة سجاير بأبوي، وأدري إنه يدخن ومغبي علي. الزبدة بدرية، إيش تبي مني الحين؟ أبيك تكون قدوة حق ولدك، لأن مثل ما أنت تسوي وهو بيسوي. صدق أمس طحت على ماجد يكلم بنية؟ إيه طحت عليه يكلم بنية. إذا تبي عيالك يتربون على الدين والأخلاق، لازم أنت تصير قدوة له. ترى لا الطق ولا الزف بينفعهم. فيكم ساكتين؟ أقول لك أنت بتطلعي اليوم؟ إي بروح السوق بودي الأهل ناقصهم أغراضها. يما ترى أنا ماني جاي معك. اسمعني، مو أشتري لك وبعدين تقول مو عاجبني. لا لا يما ما راح أقول لك مو عاجبني، اللي تبينه يبي لي إياه. ليش أنت وين بتروح؟ بروح الديوانية عند جاسم. مغرب؟ لا يبا الحين. هاو في أحد يروح الديوانية الحين؟ إي يما. نلعب بلاي ستيشن. لا تأخر إن شاء الله. صاير إيش فيكم؟ صاير لا 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 شلون اتصلت على هالمجود ولا لا؟ لا ما اتصلت. ايش ناطر؟ يلا كلمهم. استغفر الله يا رب.
طوارئ؟ زين وشلون الحين؟ أي مستشفى؟ يلا يا جاي جاي. صاير. بسم الله عليك حبيبي. كم غرزة؟ ست غرز يمه. انا مو قايل لك لا تروح الشاليه، مو قايل لك لا تروح الشاليه. بعدين وياك انت ليش ما تسمع الكلام من اللي اعطاك فلوس حق الشاليه؟ تكلم من اللي اعطاك فلوس بسرعه. خلاص سامي خلاص، بعدين يصير خير. الحين احنا بالمستشفى. هذا ولدك ما يسمع كلامي، لو يسمع كلامي شان ما صار فيه كذي. خلاص خلص من اللي اعطاك فلوس تكلم. عبالك بطوفه لك، خلينا نرجع البيت وانا اوريك شلون. سامي اوريك شلون. سامي هي اثوه كلها منك انت. انا اي انت السبب. انت السبب. انت السبب. وقالوا ان الاحترام انواع واشكال يتنوع باختلاف البشر، وأسوأ نوع هو الاحترام المبني على الخوف.